السلام عليكم البنات، كنتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كي كتشوفوا معانا غنديروا مليويات بالفلفلة والبصلة، تيجيو مورقين تيجيو فنين. انا هنا درتهم كبار، لو بغيتو تصيبوهم صغار ماشي مشكل، ممكن تصيبوهم صغيورين. شوفوا كيجيو مورقين مقرمشين فنين فنين فنين. انا درتهم كبار، شفت الطرق، لاحظت الطرق كلهم مورقين. ندوزو المقادير ان شاء الله باذن الله. نحتاج هنايا عندي ثلاثه الفلفلات حمرين مقطعاهم مربعات صغار، وعندي ثلاثه البصلات كبار نفس الحجم اللي قطعت الفلفله حمراء قطعت البصله فحال نفس الحجم. هنا عندي هريسه، عندي سكينجبير، عندي الابزار، عندي بابريكا، عندي القزبر يابس. الهريسه ما تخافوش منها، راه معايا القاص غير راه مزيانه كتبن لينا. والملحه قزبر ومعدنوس مقطعين. هنا عندي الطحين، عندي ثلاثه الزلايف ديال الطحين ديال الفورس الدقيق الابيض، ثلاثه الزلايف كبار. انتم تعجنوا داكشي اللي قدكم. هنايا زلافه ديال القمح الصلب فينو، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. عندكم الخميره المعجونه بحال فحال. عندي هنايا المدافي، غنعجنها ان شاء الله باذن الله بالمدافي. صافي غنعجنوا العجينه ديالنا هنايا، ما نوقفش معكم الفيديو، تشوفوا المراحل كلها ان شاء الله باذن الله. هنا العجينه نحاولوا نعجنوها تكون ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاصحه عاوتاني بزاف، تيجينا مثمن قاصح ما تيجيش فتي. انا جات العجينه ديالي، نحاول غير نجمعها تقريبا، راه ما دلكتهاش بزاف، هانتوما غتشوفوا معايا غير جمعتها ديتها وجبتها جوج مرات ولا ثلاثه صافي. هانتوما تشوفوا معايا انت صافي، غير جمعت العجينه ديالي صافي، نجمعها ونغطيها نخليها ترتاح. نديها نجيبها شويه ماشي بزاف، قلت لكم ما غاديش تمحنوا، ما كاين لا الاكله لا رخف من الاول، كتعطيوها الماء الكافي صافي، كتجمعوها وتغطيوها تغطيها تخليوها على جنب ترتاح. نغطيوها بالورق ديال المطبخ صافي، ونخليوها ترتاح، نخليوها على جنب واحد 10 دقائق صافي. من بعد غدا ندوز باش نشحر هذيك البصله والفلفله اللي عندي، نشحر بصيلة البصلة والفلفلة ونزيد عليها هذيك العطرية ونرجع. هنا رجعت العجينة ديالي، غندلكها شوية شوية ماشي بزاف، راه قلت لكم مغداش ندلكوها ما نتمحنوش معاها. العجينة ولات رطبة، ديتها وجدتها جوج مرات ولا ثلاثة صافي، وغادي نبدا نقطع فيها. هانتوما البنات صافي،
دابا غنقطع شتي. شوف العجينة تولي لينا العجينة رطبة وتولي على هاد الشكل. هانت صافي دابا غندوزو باش نقطعوها. صافي البنات غندوزو نقطعو العجينة ديالنا. شتي العجينة شحال مطاطة حقاش ارتاحت. كنوليو نكوروها كيما بغينا نسرحوها كيما بغينا كطوع في يدينا. حنا كل نص غدا نفرقها على ربعة تقريبا غيخرجو ليا 8 قطع. انا حنا البنات درتهم شويه كبار، انا بغيتهم يجيوني المليويات كبار داكشي علاش درتهم كبار شويه. نتوما تقدروا ديروا خرجوا لي 8 قطع، نتوما الا بغيتو ديروهم صغيورين غتجيكم 16 قطعة. كل وحده وديري داكشي اللي يناسبها. المهم نكمل التقطاع ديالي تنكورهم على شكل دائره وتنحطهم تنكور تقريبا القطع كلهم ديالي نحطهم نخليهم يرتاحوا واحد شويه. صافي البنات هنايا ديرلهم شويه الزيت، بغيتهم يجيوني متساويين عيني ميزاني ما عبرتو ما والو. هنا غندير زويته باش ما تشققش ليا العجينه ديالي ونحاول كل كره نهزها ندور بها زويته مع جناب من الفوق كل كره بوحدها باش ما يتلاصقوش مع بعضياتهم وما تشققش لينا العجينه ما تنشف. صافي كنجيبو ورق المطبخ تنغطيو عليهم نخليوهم واحد تقريبا 20 دقيقة 15 دقيقة. كل ما ارتاحوا كل ما كتساعدكم على ملي تكونوا تسرحوا في العجينة تجينا لينة ورطبة ما تجيكمش صعيبة. نخليهم يرتاحوا شويه ونرجعوا مع بعضياتنا ان شاء الله. هنا البنات شحرت هذيك البصله والفلفله مع جبع القدي والزيت. هنا غنحاول نفرق هذيك الحشوه ديالي على 8 قطع. نتوما عينيكم ميزانكم بغيتو ديرو بحال هاد العمليه ديروها، بغيتو راه عينيكم ميزانكم كيبان لكم العبار. غندوز باش نسرح العجينه ديالي كنحتاج للزيت فقط. هاد المسمن ما فيهش الزبده، درت فيه معلقه ديال الشحمه دايبه. الا بغيتوني نوريكم ندير معكم شي فيديو ديال الشحمه كديروا هاد الطريقه ديال الشحمه لي تندوبها تتبقى عندي تبارك الله العام ما تتخسر ما تتغمل ما والو. الا بغيتو ان شاء الله نحطها لكم في شي فيديو. تنسرحوا العجينه ديالنا تيبان لينا سطح العمل غير بشويه. العجينه الرطبه كتمشي معانا فين ما مشينا. العجينة رطبة تبارك الله. كنسرحوها على سطح العمل حتى يولي سطح العمل تيبان لينا. تخافوش منها ما تقطع عليكم والو. صافي كنجيبو
سرحوه مزيان الجناب حتى هما سرحوهم، حاولوا البنات مزيان الجناب تسرحوهم باش ما يبقاوش ما يجيوكمش مليويات مع الجنين. صافي دابا نجيبو الحشوة ديالنا، نحاولو نسرحوها مع ديك العجينة ديالي كلها، كل طرف من العجينة خصو يتقيسو الحشوة، ما يجيش شي حاجة فيها الحشوة والنص ما فيهاش الحشوة. راه يمكن لكم ديرهم بالكفتة، يمكن لكم ديرهم بالطون. المهم انا نزلت معكم هذا الفيديو، ان شاء الله المرة الجاية نديرو ديال الطون، نصيبو ديال الكفتة ان شاء الله بإذن الله. كنحاولو نطويو العجينة ديالنا على شكل مسمنة عادية، وكنعاود نعاودو نجيبو الطرف الثاني فوق الطرف الاول. صافي تنسرحوها وتنعاودو نطويو، ومن بعد كنبداو نلفو في الملوية ديالنا، وغادي نلويو فيها اللوي ونخرجو داك الهواء اللي تيكون فيها. صافي من بعد تلخر ديال المسمنة الملوية، صافي يكون جمعوا الجناب ديالها. غندوز ندير معكم واحدة أخرى باش توصل الفكرة. كنطرحوا العجينة ديالنا عاوتاني، العجينة كما قلت لكم إلا خليتوها ارتاحت، شوما احنا مدايرين فيها الخميرة وتجي العجينة رطبة 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 تبارك الله ما شاء الله، فين ما بغيتي تجريها تتمشي معاك. ومنين تيولي في ديك العجينة تيجيو فيها الفقع تعرفوا بأن العجينة ناجحة 100%. طبعا تنسرحو العجينة ديالنا على سطح العمل، كتبقاي تجبدو في الجناب تجبدو في الجناب، صافي كتسرح العجينة. هنا الملاوير درتهم كبار كما قلت لكم البنات، صافي تناخذو الحشوة تنسرحوها فوق من العجينة، نحاولو كيما قلنا الجناب كاملين يقيسهم الحشوة باش يجيو بنان. صافي كنجمعو الطرف الأول، كنطويو عاوتاني الطرف الثاني فوق من الطرف الأول، ونعاودو عاوتاني نطويو الطوية الثالثة. صافي من بعد كناخدو داك السينتة ديالنا ديال الملوية، صافي وكنبداو نلويو. كنظن إن الفكرة راه وصلت، دائما نخرجو داك الهواء اللي تيكون في الملوية. صافي وتنجمعو الطرف تنخبعو لتحت، صافي تنحطوهم ونخليهم يرتاحوا ما نطيبوهمش وهما باقين. انا تخليتهم واحد ربع ساعه حتى ارتاحوا كلهم، ارتاحوا مزيان وطلقات لينا العجينه ديالنا الملاوي. نصيحه مني للمبتدئات، دائما الملاوي تلويوهم وتنغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا باش يترخفوا، ما نبداو نقرصوا فيهم ما يطرطقوش لينا، وتيجيونا منفوخين في الطياب، ما تيجيوش مدقصين. اما الا شديناهم ولويناهم وبدينا نطيبو فيهم، طبيعة الحال غيجيونا مدقصين من الداخل، وما غاديش. ومنين كنكونوا نطرحوا فيهم تيتقطعوا لينا مع الجناب، صافي تتخسر الملويه. دائما الملاوي خاصهم يرتاحوا، تقدري تلويهم الصباح وما طيبيهم في الكوتي، تحضري بهم الكوتي في العشيه الوليدات. المهم انايا هنايا سخنت المقله ديالي
وبديت نطيب، كتحاولوا توسطوهم على قدر. انا بيني وبينكم الملوي الكبير ضروري يجي رقيق، نصيحه، حقاش رقيق تتقدي تاكليه، الا كان غليظ عاود تاني كتجي العجينه اكثر منه، العجينه كثيره كتجي شويه قاصحه في الماكله، ما كتقديش تاكليها. داك الصغيور الملوي الصغيور خاصو يكون شويه غليظ، ما يكونش رقيق عاود بزاف. هاد الملوي الكبير كنبغي انا دائما نديرو رقيق. هنايا انا رميتها في المقله صافي، تبدا تطيب وتبدا تنفخ، نطيبها على عافيه، النار تكون ما مجهداش وما منقوصاش بزاف. الى نقصنا كما قلنا البنات، النار تكون ما مجهداش وما قليلاش. الى قللنا النار، المسمن ديالنا ولا المليويات ديالنا تينشفوا. درنا النار متوسطه، تيطيبوا لينا مقادين مقرمشين ومحيمرين وتيجيو ذهبيين. جهدنا عليهم النار بزاف تتحرقوا لينا، من الاحسن النار متوسطه. صافي تنبقاو نطيبوا في المليويات ديالنا على نار كما قلنا متوسطه، وتنبقاو نقلبوا فيهم تيذهبوا من القناه من الوسط، يعني تنبقاو ندوروا فيهم في المقله تيذهبوا لينا. هانتوما البنات، عاودت معكم واحدة اخرى باش تشوفوا. شوفوا الطيب ديالهم، الطيب امره ساهل، ما نجهدوش النار كما قلنا، وتيجيو منفوخين قرمشين وبنان كما قلنا البنات. العافيه كما قلنا هي مهيله، شتي شوفوا كتجي الملويه منفوخه ومحلوله من الداخل ديالها، وهذا هو الملوي ديالنا البنات. كنتمنى ما تنسونيش من لي جيم ومن البارطاج، وكنشكركم كاملين وتبارك الله عليكم.